هو بص ما كانش تحول مفاجئ لان انا كنت في الكليه في مسرح الجامعه, فانا كنت بدرس وبمثل في مسرح الجامعه. بعد كده لما اتخرجت قدمت بقى في معهد فنون مسرحيه وبدات اشتغل, فهو الموضوع برضو جه يعني واحده واحده. لا ما سبتوش يعني, انا واخده جاب يير سنه كده بسبب التصوير والسفر وكده, وبعد كده ناويه ان شاء الله ارجع اكمل تاني. لا أستاذة فريدة تعاملها مع الشباب كان حلو جدا معنا كلنا بصراحة, أنا ما شفتش منها أي حاجة, وكان ده يعني ده كان رأي الناس كلها وده اللي أنا كنت بسمعه, فما أعتقدش يعني حاجة زي كده مش حقيقية. هو مش هيلحق, انت هتلاقيني بجري في الشارع يعني بينادوا عليا من بعيد كده, يا ديحه يا نوره سلمي لنا على ديحه الحاجات دي. لا لا ما حدش اتهور وعملها يعني. اكيد بقى عندك مواصفات معينه كانت احلى خطوه الجواز دي, انت مقبلاها شويه مثلا لو عندك خطوات اكبر في الفن وكده ولا ايه؟ يعني انا بصراحه مركزه دلوقتي في شغلي, وحاسه ان الحاجات دي اصلا حاجات ما بنخطط لهاش يعني, هي بتحصل. فلكن اكتر حاجه انا مركزه عليها دلوقتي ان انا نفسي اطور من نفسي, نفسي يعني ابقى ممثله احسن واحسن, فدي اكتر حاجات بتاخد جزء من تفكير. لو في حد بقى بيتفرج عليك بيتفرج على الفيديو وهو معجب بيكي فعايزين نعرف او عايزه افهم مواصفات فتاة احلامي, هو لو معجب بيا انا اروح اقول له مواصفات فتاة احلامي فهو يروح يستغل الصفات دي ويمثل عليا؟ استفدنا احنا ايه بقى؟ مواصفاتي على فكرة أنا بحس بجد الموضوع ده مش عملي كمان يعني. أنت ممكن يبقى عندك مواصفات وتحبي حد أصلا ما فيهوش ولا حاجة من المواصفات دي والله بجد, يعني تحبيه طويل ويبقى قصير في الآخر, بس أنا اكتشفت أن الطول ده مهم. أنا اكتشفت أن الطول ده مهم. انا كنت الاول بقول عادي يبقى قصير عادي مش مشكله, بس لا الشخص الطويل ده بيسيبك على راحتك بقى في موضوع اللبس والهيلز والحاجات دي عشان ما يزنقكيش. عايزين برضو نعرف منك برضو مواقف او كواليس معينه حصلت في العتاوله مش تنسي, يعني موقف مضحك مثلا من سقه من نهى عبدين حاجات كده ذاكرتك مش تنسي. بصي بالنسبه لي بسبب ان احنا ككواليس المسلسل ليها علاقه بان في السفر وان احنا قاعدين في فندق واحد, كنت بحب قوي التجمعات اللي بتبقى على الفطار او السحور بصراحه, يمكن دي من اكتر الحاجات اللي انا بفتقدها. حصل فيكم مقالب لحد السقه لا ما عملش مقالب فيا يعني, ما شفتوش بيعمل مقالب في حد بصراحه. لا